طبعا للنادي الاهلي ومبروك لحسام والجماهير وعشاق النادي الاهلي، مجلس الاداره واللاعبين والجهاز وكل الناس. واحنا في قناه النهار هنا مقسومين نصين، شويه زملكاويه لما الزمالك بيكسب بنحتفل بالزمالك ويخش الزملكاويه، دول الاهلاويه بقى، وفي لسه اهلاويه تاني في الكنترول، ف يعني قالوا نحتفل بحسام عاشور ويقطعوا التورته، فالاهلاويه بقى بيحتفلوا بيك يا حسام النهارده. طبعا مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، طبعا مبروك لعباس. خلص عليك، مبروك يا مسمار، مبروك للاهلي. اه طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للعيبه الرجاله، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لمصر كلها. الحمد لله اللي احنا قدرنا نفرح جمهور الاهلي. مبروك للناس يا عم، ده سوبر يا عم، ده سوبر، انا ماسك نفسي بقى. بس طول الحمد لله اهم حاجه كنا نفرح الناس، وان شاء الله باذن الله بقول مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. وبشكرك طبعا كابتن كريم على الاستضافه الجميله دي وعلى البرنامج الجميل ده اللي انا من المتابعين فيه، فان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. معانا كمان استاذ ايهاب جلال بقى رئيس قناه النهار الرياضه، كان هنى الزمالك بالدوري والكاس، فعايز يهنيك بقى ويهني جماهير النادي الاهلي. ازيك يا استاذ ايهاب؟ يا استاذ ايهاب، الو. ايه يا استاذ ايهاب؟ انا سامعك يا كابتن كريم. احنا سامعينك، اتفضل. انا بقول لك الف مبروك، ويعني الحمد لله ده حاجه يعني اسعدت جمهور النادي الاهلي، وقناه النهار يعني بتحرص دايما ان هي تكون جنب الفائز وتحتفل بيه وتقول هارد لك للمهزوم، ودي حال الكوره، يوم كده ويوم كده. النهارده الزمالك، بكره اهلي، النهارده ريال مدريد، بكره برشلونه، يعني دي سنه الحياه. النهارده الناس مبسوطه باحتفالات الاهلي ان هو كسبان السوبر، وامبارح كانوا مبسوطين بالدوري والكاس مع الزمالك. اعتقد ان جمهور الاهلي يفرح، وقناه النهار بتحتفل وسعيده بالفوز دوت يا كابتن، وانت منورنا على القناه، وانا حبيت اوصل لك يعني ده بنفسي، واهني جمهور الاهلي اللي هو طبعا يعني جمهور عظيم. اكيد انت حسستني يوم الزمالك ان انت زملكاوي، النهارده بتحسسني ان انت اهلاوي. انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا ايه القصه؟ مش فاهم. كريم، انا بقالي 20 سنه الناس كلها عايزه تعرف اذا كنت اهلاوي ولا زملكاوي. من ايام اي ار تي انا لا اهلاوي ولا زملكاوي. امال ايه بتشجع؟ ايه بشجع اللي يكسب. بس بشجع قناه النهار، صح يا سهاب؟ لا، انا كابتن حسام يعني منورنا النهارده، وبنحتفل بيه بالظبط زي ما كنا بنحتفل بنادي الزمالك. اكيد. وده اللي انا قلته للناس، كان في شويه من الجمهور بتوع الزمالك بتوع الاهلي المره اللي فاتت لما احتفلنا بالزمالك، قال لك قناه زملكاويه وبيحتفلوا بالزمالك، او النهارده الزملكاويه يقول لك قناه اهلاويه وبيحتفلوا بالاهلي. فانا بس بقول لهم ان لا، احنا بنحتفل بالفايز. اكيد اكيد. بشكرك يا ذهاب، وكل سنه وانت حضرتك طيب. سلمني على كل الموجودين. طب انا عايز اقول حاجه، ممكن يا استاذ ذهاب تعالى طول عمرك مشكله كده، بس يعني مفيش اي حاجه مكافاه للاهلاويه؟ الاهلاويه برضه يعني كسبانين. انا ممكن افهم ايه اللي مدخل محمد عباس على الهواء. شكرا يا بوب، شكرا يا بوب، شكرا شكرا. يعني الاستاذ كريم، لا بجد والله. طب اقول لك حاجه بجد والله، حاجه بس صغيره. انا بشكرك وبشكر اسلام وبشكر كريم، لان برنامج كريم والناس حاسبين كريم على نادي الزمالك. النهارده استضيف حسام عاشور ويكرم النادي الاهلي ويكرم الاهلي بالسوبر ويكرم الاهلي المتمثل النهارده بحسام عاشور. اعتقد ان هو الحياد الاعلامي اللي هو سمة قناه النهار رياضه. خلصت على الله يخليك. يلا هسيبكم تكملوا احتفالكم. ماشي. بشكرك يا ذهاب، بشكرك بقى ان نقطع التورته منين بقى، من النص ولا ايه؟ لا من النص يعني، بعيد عن العالم وبعيد عن السوق. لا مش كده. يلا تعالوا بقى، تعالوا خشوا بقى، يلا اهلاويه بقى. انا مش حابسك السفيره، مش من النص. يلا 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 طبعا. صاحب البرنامج يا جماعه، طب انا هتحط دي على الكحه يا عم. تمام كده، تمام تمام. حلوه دي، حلوه دي، حلوه دي. مبروك يا جماعه. مبروك. كان الايدين كتير. مبروك عاشور، وسعداء بيك جدا النهارده، دايما كده في مستوى مميز مع النادي الاهلي ان شاء الله. ربنا يخليك، وبارك لنا بقى لكل لعيبه الاهلي والجهاز الفني واحد واحد، و دايما كده نشوف دوري قوي السنه الجايه بقى. مين هياخد دوري السنه الجايه؟ اكيد الاهلي ان شاء الله. مسمار. لا لا ان شاء الله. لا طب يلا فين؟ انا بقول الحمد لله. انا سيلفي اهو، كوان ملك السيلفي، بس عايزين حد هنا سيلفي بقى كده قدامنا. يلا كوان ملك السيلفي.
يلا يا نجم خلص. يلا ماشي. مسمار مسمار مسمار. شكرا وصلت له الحلقه. قول له ربنا يخليك يا حبيبي. اول كلمه اختم. يلا يلا قول اختم. اختم انا. انت مش انت عندك برنامج يعني بعدين على طول كده. وصلنا لختام حلقه النجم كريم حسن شحاته النهارده. الحلقه مميزه من كره كل يوم مع النجم حسام عاشور مع احتفال قناة النهار رياضة. بشكر الأستاذ إيهاب جلال إسلام صادق وكريم كل الناس والإنتاج في حلقة مميزة جدا. ده بيدل إن إحنا كقناة النهار رياضة أقولها مرة تانية في الحياد التام ما بين الأهلي وبين الزمالك وبين كل الفرق. طبعا عايزين الإسماعيلي ياخد بطولة وعايزين المصري والاتحاد إن شاء الله وكل الأندية إن شاء الله. وبعد شوية على ما ياكلوا التورتة استنوني في حصاد النهار مع كابتن مصر كابتن جمال عبد الحميد. تمام. أنا بشكر طبعا أول كلمة راجل برنامج يا جماعه بكره. لا لا انا عايز اشكر طبعا فريق الاعداد والاخراج وكل العاملين في قناه النهار رياضه. وببارك تاني لحسام والنادي الاهلي. وبكره بقى استنونا في حلقه جديده ان شاء الله. بشكر اسلام صادق كمان رئيس تحرير برنامجنا. وبكره نتقابل ان شاء الله.